بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثامن. الرضا هو ضد الكراهية. الكراهية والرضا متقابلان، والرضا معناه أن النفس لا تنفر، لا تنفر من الشيء، والكراهية هي أن النفس تنفر من الشيء ولا يلائمها. والمعصية هي المخالفة، مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو لأمر ولي أمر المسلمين. في غير معصية الله، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمور المسلمين، فقوله منكم أي من المسلمين. فإذا كان ولي الأمر مسلما فإنه تجب طاعته في غير معصية الله عز وجل. فالمعصية هي المخالفة، والله جل وعلا يبطل المعاصي ويكرهها ولا يرضى لعباده الكفر. والمؤمن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله من الأعمال ومن الأشخاص. أيام المؤمن تكون محبته وكراهيته تابعتين لمحبة الله وكراهية الله، هذا هو المؤمن، يحب ما أحبه الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله على مستوى الإيمان. والله يكره المعاصي المخالفات ويكره العصاة والمخالفين، كل بحسب مخالفته، قد تكون كراهية خالصة وقد تكون كراهية من وجه دون وجه. كراهية المؤمن ومحبة المؤمن تدوران مع محبة الله وكراهية الله، هكذا المؤمن. وهذا من علامات الإيمان. الذي يرضى بالمعصية هذا يرضى بما يكرهه الله، يرضى بما يكرهه الله ويكون مخالفا لله عز وجل. يكون هذا إما منافيا للإيمان وإما منقصا للإيمان بحسب درجات تلك المخالفة. وهذا أصل عظيم، هذا أصل عظيم
أن المؤمن ينظر إلى ما يحبه الله فيحبه، وينظر إلى ما يكرهه الله فيكرهه. وجاء هذا عن بعض السلف: لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون ما يكرهه الله أمر عليه من الصلاة، أمر في ريقه من الصلاة. هذا هو المؤمن. فالمؤمن لا يرضى بالمعصية سواء منه أو من غيره، سواء رآها أو ملغته، يعني سواء شاءها أو بلغته في أي مكان يكرهها ويبغضها. نعم. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألست إن لم يعرف قلبك المعروف والمنكر المنكر؟ نعم، لا بد من إنكار المنكر بالقلب، وهذا هو ضوء المعاصي. ضوء المعاصي إنكار المنكر بالقلب، هذا لا بد منه. من لم يكن في قلبه إنكار للمنكر فليس بمؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهكذا يروى عن ابن مسعود أنه قال: هلك من لم ينكر المنكر بقلبه. فالمدار والأصل على القلب، ولا بد من هذا، ولا أحد يمنع من كراهية القلب. ما أحد يستطيع السيطرة على قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد يجبرك على أن تحب المعصية أبدا، ولا أحد يمنعك على أن تكره، ولا أحد يمنعك من أن تكره المعصية. ما أحد يسيطر على القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. أما اليد وأما اللسان فهذا حسب الاستطاعة، وأما إنكار المنكر في القلب فهذا كل يستطيع، ولا أحد يمنع من كراهية القلب أو محبة القلب أبدا إلا الله جل وعلا. فهذا معنى قول ابن مسعود في هذا الأثر، أفضل من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستصر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعلامة أن الإنسان يكره المنكر بقلبه أن يبعد عنه، أن يبتعد عنه. أما أن يقول: أنا أكره المنكر بقلبي وهو لا يبتعد عنه، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذا كان صادقا لأنه يبغض المعاصي ويكره أهلها، فإنه يبتعد عنها ولا يجالسهم ولا يشاركهم إلا على وجه المناصحة والدعوة إلى الله عز وجل. أما أن يجالسهم ويضاحكهم ويستأنس بهم ويقول: أنا منكر جودي أعمالي، ولا أنا أرى أنهم يعصون الله لكن أنا أكره بقلبي، ويجالسهم ويؤكلهم ويشاهدون، على قبلة ليس بصالح. فإن بني إسرائيل
كان ينهى بعضهم بعضا عن المعصية ثم بعد ذلك لا يمنعهم أن يجالسوا أهل المعاصي وأن يؤجلوه يشاهدون. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ألعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه ثم يلقاه فينهاه ثم بعد ذلك يترك النهي ويجالسهم ويشاركهم ويقول: أنا نهيتهم وأنكرت عليهم. فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. فهذا شيء واضح أنه لا بد من إنكار المنكر بالقلب، وأن علامة الصدق في ذلك أن يبتعد عن مواطن المنكرات ولا يجالس أهلها ويستأنس بهم. أما أنه يجلس معهم أو يأتيهم من الإنكار والتعليم والدعوة إلى الله هذا شيء مطلوب. أما أنه يجلس معهم على وجه المؤانسة وعدم الإنكار عليهم فهذا هو المذموم، وهو الذي كتب الله عليه اللعنة كما قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله تأمرن بالمعروف لتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السبيل لتأخذنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو لا يعلمن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. قد لا يكون السلطة بين الجد ولا يكون قدرة تنزل باللسان، لكن القلب ما أحد يمنع منه، ما أحد يمنع من أن تنزل بقلبك. وإذا انفذت بقلبك لا يجوز لك أن تبقى مع العصاة من غير إنكار عليه. نعم. ويمكن أن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحابا يأخذون بذريته ويأخذون بأمره ثم إنها تقرؤهم بعضهم قلوبهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وإن رأى ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا هو معنى الحديث الذي سيأتي: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع. هذا معنى الجهاد باليد. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، هذا معنى الجهاد بالانكار والبيان. ومن جاهده بقلبه يعني كره ما هم عليه ولا يقدر على الخصلتين الاوليين انكار باللسان باليد او باللسان انكر بقلبه هذا حد استطاعته، هذا هو حد استطاعته، لا يكلف الله نفسه الا وسعه فهو مؤمن. ولكن من خلا من هذه الخصال الثلاث تجاه المنكر فلا ينكره بيده ولا ينكره بلسانه ولا ينكره بقلبه
فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، دل على أنه لا بد من الإنفاق القلب، وأن كل أحد يستطيع أن ينشر بقلبه، أما اليد واللسان هذا بحسب الاستطاعة، فإذا لم يستطعهما سقط عنه، لكن الإنفاق القلب لا يسقط عنه، لا يسقط عنه بحال. ما من نبي بعثه الله عز وجل من الأنبياء إلا كان له حواريون، يعني أتباع، حواريون هم الأتباع والتلاميذ، أتباع والتلاميذ، ومنه الحواريون الذين كانوا مع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كان معه الحواريون أي التلاميذ والأتباع الذين يأخذون عنه ويهتدون بهديه ويستنون بسنته، كل الأنبياء كذلك، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له حواريون وهم أصحابه الذين صحبوه وتبعوه وحملوا عنه العلم، هؤلاء هم حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعدهم بعد الحواريين بعد الأتباع تخلف بعدهم خلوف، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خلوف جمع خلف بإسكان اللام، أما الخلف بالفتح فهو محمود، فهو محمود الخلف محمود، أما الخلف فهو مذموم. تخلو بعدهم خلوف، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورد الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، هذا لم لهم هم غضوا في الدنيا والطبع تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقولون ما لا يفعلون، يتكلمون بألسنتهم بالعلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالألسنة فقط، ولا يعملون هم بذلك، فهذا فيه ذم عدم العمل بما يقوله الإنسان من العلم، وأن الإنسان إذا تكلم بالعلم أنه يجب عليه أن يمتثل، يعني أن يكون هو أول من يطبق أو ينفذ هذا العلم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر؟ قل الله جل وعلا لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر أتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الواجب على العالم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله أن يكون هو أول من يمتثل ويكون هو القدوة الصالحة. الشاعر يقول: لا تنهى عن خلق فتأتي مثله عار عليك إذا فعلت وخيم. كيف تنهى عن خلق فتأتي مثله؟ العار عار عليك، يفعلون تقولون ما لا يفعل ويفعلون ما لا يمر، هذا المشكلة، أفعالهم تخالف أقوالهم، وأيضا يفعلون أفعالا لم يؤمروا بها، هذا هو الابتداع في الدين، هذا هو الابتداع في الدين، فيتركون ما أمروا به ويفعلون ما لم يؤمروا به من البدع والمحدثات،
هذا فيه ذنب أهل البدع الذين يفعلون ما لا يؤمر به. والواجب أن يكون المسلم متبعا لا متبعا، فلا يقع إلا ما أمر الله به ورسوله، ولا يفعل شيئا من علمه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الواجب أن تكون أفعال الإنسان موافقة لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل فعلا لم يؤمر به في الشرع ويتقرب به إلى الله. هذا في الأمور الدينية، الأمور الدينية تكون أفعال المؤمن موافقة لأوامر الله ورسوله، ويكون متجنبا لما لم يشفعه الله ورسوله. إن كنتم تحبون الله تبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو المؤمن، يفعلون ما لا يأمرون. نعم، يفعلون يقولون ما لا يأمرون ويفعلون ما لا يأمرون. نعم، من جاهدهم يعني أنفر عليهم. المراد بالجهاد هنا الإنكار، لأن الجهاد يكون بالسلاح ويكون بالإنكار، يكون باللسان ويكون بالسلاح. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الكفار يجاهدون بالسلاح، وأما المنافقون فيجاهدون باللسان، لأن يعني ينكر عليهم ما يفعلون من المعاصي، ينكر عليهم في القول وفي الكتابة وفي رد الشبهات التي يدلون بها. لأن الجهاد في سبيل الله، الجهاد ليس قاصرا على السلاح خوض المعركة، بل الجهاد أنواع. أولا أن يجاهد الإنسان نفسه، يجاهد نفسه. ثانيها أن يجاهد الشيطان بمخالفة أمره وفعل نهيه. هذا جهاد الشيطان، أن تفعل ما أن تترك ما يأمرك به وأن تفعل ما ينهاك عنه. هذا جهاد الشيطان. الثالث جهاد العصاة، مخالفين وذلك بالأمر بالمعروف. العصاة من المؤمنين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابع جهاد المنافقين، وذلك بالرد عليهم من كشف شبهاتهم وفرص شرائرهم حتى يعرفوا أمام الناس ولا يغتر بهم. الخامس جهاد الكفار والمشركين، وذلك في السلاح وخوض المعارك. الجهاد انواع، ومعنى جاهدهم بلسانه هنا جاهدهم يعني انكر عليهم، انكر عليهم بلسانه. نعم، فمن جاهدهم بيده، ومن جاهدهم بيده، وذلك بان ينكر عليهم اذا كان له سلطه، إذا كان له سلطة ينفر عليهم باليد في إزالة المنكر. السلطان هو نعيمه يزيل المنكر، ما يكفي ينهى عنه فقط، بل لابد من إزالته، من هدم أوكار الفساد وإتلاف آلات الله والمعاصي والمخالفات وضرب العصاة تعذيرا تأديبا لهم، إقامة الحدود عليهم إذا اقتضى الأمر أنه باشر ما يوجب الحد
فيقف على من الكافرين إقامة الحدود، وهذا بيد السلطان أو يعني أو نائب السلطان أو رجال الحصن لأنهم نواب عن السلطان، فلا أحد يعترض عليه لأن هذه مهمتهم وهذه صلاحيتهم. وكذلك صاحب البيت، صاحب البيت تنكر على من في بيته بيده، له سلطة على أهل البيت ولا أحد يعترض عليه، حتى ولي الأمر ما يدري عن ما في بيته، أنت المسؤول عنه، فلك سلطة على أهل البيت تنكر بيده، تضرب وتعذب ولا أحد يدري عن ما في بيته. لو جاء أحد ينكر على من في بيته اعترضت عليه، ليش تدخل بيته ليه؟ فمهمة البيت في عنف، أنت الراعي، الرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، أنت الراعي عليه. هذا الإنكار باللسان، الإنكار باللسان الإمام السلطة هذا ينكر باللسان، إذا كان عنده علم معرفة ينكر باللسان لبيان الحق والرد على الباطل باللسان، في الخطب، في المحاضرات، في الدروس ينكر المنكر بلسانه، ينهى عنه، ينهى عن المنكر ويحذر منه. هذا من الإنكار باللسان، أو إذا رأيت المخالف تنصحه، إذا رأيت من يقع بالمعصية تنكر عليه باللسان لأن تنصحه وتعظه وتذكره بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. هذا من الإنكار باللسان، لا تسقط. فإذا لم تستطع هذا ولا هذا فلا بد من الإنكار بالقلب، هذا هو الأصل. نعم. وليس وراء ذلك، يعني لما ينكر بقلبه ليس في قلبه إيمان، هذا هو. ودل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينقص حتى يكون مثل حبة الخردل، الدليل على أن الإيمان ينقص ويكون مثل حبة الخردل، وأنه يزيد حتى يكون مثل الجبال، الإيمان يزيد وينقص. نعم. ولو عن ابن ذات رضي الله تعالى عنه قولنا مرفوعا انه مستعمل عليكم امراء وتعلمون وتنكرون، فمن كلم فقد سلم ومن انكر فقد سلم، ولكن رضي الله تعالى اي من كلم بقلبه وانكر بقلبه، وفي روايه غير صحيح بعد وسابع فاولئك هم المالكون. نعم، ولاة الأمور يصبر، هم معصومون، ليسوا معصومين، ولاة الأمور ليسوا معصومين، يصدر منهم مخالفات، وقد يحصل منهم معاصي، فهم ليسوا معصومين، ولا يتركون بدون أن يناصحوا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ولي الأمر ينصح، بمعنى أنه يبين له الخطأ الذي يحصل، بين له ذلك سرا بين الناصح والمنصور، كما جاء في الحديث إذا من أراد أن ينصح يا أولي الأمر فليأخذ بيده، فليأخذ بيده
ولينصحه، فإن قبل ففيها وإلا فقد ذلك. نصيحة ولي الأمر ما تكون علانية عند الناس المجاز وذكر معارضه وذكر ما يقع منه، هذا يزيد الشر، وهذا هو بذرة الخوارج، هذا هو بذرة الخوارج. فأول ما بذر هذه البذرة بالسبب الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث الراشد تكلم فيه النجاس وتجول به البلدان، حتى تبعه من تبعه ممن صدقوه وتأثروا به، بحجة أن هذا من إنكار المنكر، حجة أن هذا من إنكار المنكر، ولكن هذا إنكار خاطئ، ليس من إنكار على الولاة في هذه الطريقة. أي إنكار على الولاة تكون سرية، توصل إليهم النصيحة ويبين لهم سرا بين الناصح والمنصوح، فإن قدموا على هو المطلوب، وإن لم يقبلوا فإن الذمة تبرأ. هذا هو نصيحة ولي الأمر. أما الذين ينسون في المجالس أو في المحاضرات أو في الخطب يحولون الناس على ملاك الأمور، هذا هو المنكر نفسه، لأن هذا أحد، هذا منكر أشد من المنكر الذي يفعله الوالي، هذا أشد لأنه يسبب الفتنة ويهيج الفتنة، يسبب الخروج على ولي الأمر، يسبب سفك الدماء كما حصل، كما حصل في من حصل منهم بواد سيئة. هذا هو المنكر نفسه، ليس إنكار المنكر بهذه الطريقة مع ولاة الأمور، ليس إنكار المنكر على ولاة الأمور يكون بالعلانية أمام الناس، وإنما يكون بين الناصح ووليه داخل الفتنة. والمعتزلة والخوارج أنكروا علانية فحصل ما حصل من سفك الدماء ومن ما لا يخفى مما حصل للأمة من الخلل بسبب الإنكار على ولاة الأمور علانية أمام الناس، حصل ما حصل. ومن أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يسمع الكلام بهذا طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شيء طيب، لكن هم لا يقصدون هذا، يقصدون الخروج على ولاة، يسمون الخروج على ولاة الأمور أنه من إنكار المنكر، يسمونه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعوا الاسم على غير مسمى. باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. نعم، هذا أشد من الرضا بالمعصية، لسبب الرضا بالمعصية عدم إنكارها، هذا يتمناه، ما تتمنوه يرضى بها بل يتمناه، هذا أشد والعياذ بالله، أشد من الذي يرضى بها مجرد رضا. نعم. الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاسم والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاسم فما كان المقتول؟ قال: انه كان مليقا على قلب صاحبه. هذا الشاهد انه كان حريصا على قتل صاحبه، فهو يتمنى المعصيه، يتمنى انه يقتله لكنه لم يتمكن،
فقتل وهو على هذه المله يتمنى المعصيه، كان حريصا على قتل صاحبه فعذبه الله بنيته والعياذ بالله. اذا التقى المسلمان بسيفين الله جل وعلا نهى عن قتل المسلم، نهى عن قتل المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عقاب بعض، والمراد بالكفر هنا الكفر الاصغر وهو الكفر الاكبر كفر الاصغر، الذي يقتل المؤمن هذا كفر اصغر ما هو من كفر المخرج من الملة، إنما هو الكفر الأصغر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقتاله كفر، فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا لأنهما أخوان بالإسلام، وإذا سارت فتنة بين المسلمين فالواجب السعي في إصلاح ذات البين وإحماد الفتنة، فإن اقتضى الأمر قتال الفئة التي لا تقبل الإصلاح فإنها تقاتل، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فلا يجوز القتال بين المسلمين، وإذا حدث فالواجب السعي في منع وكف بعضهم عن بعض بالإصلاح أولا، فإن لم يجد الإصلاح فبقتال الفئة التي لا تقبل الإصلاح حتى ترجع عن غيرها، وهذا هو قتال البغاة، وهذا له باب في الفقه باب في السنة قتال البغاة، قتال البغاة الذين يصولون على الناس يجب أن يكفروا إما بالصلح وإما بالقتال إذا اقتضى الأمر، فإذا التقى المسلمان بسيفيهما كل واحد يجيب قتل الآخر فالقاتل والمقتول بالنار، قيل يا رسول الله هذا القاتل القاتل في النار لأنه قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذا واضح، لكن القتيل ما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فعذب على هذا على هذه النية، وهذا من تمني المعصية، الحرص على قتل صاحبه هذا من تمني المعصية والعياذ بالله. نعم. وعن أبي دوشة العنزال رضي الله عنه مرفوعا مثل هذه الأمة كمثل أربعة رجال قبل ما أتاه الله مالا وعينا فهو يعمل في ماله بعينه ورجل ما أتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو كان لي لو كان لي مال مثله مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهما بالأجل سواء ورجل ما أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخطب
بماله ذاته ما له يمنى عليه ورجل لم يظلم الله مالا ولا عودا فقال لولا لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمله لعملت فيه مثل عمل فلان فهما في وزر سواء صححه الترمذي. نعم هذا فيه أن من تمنى أن يكون مثل أهل الخير مثل أهل الخير فإنه يلحق به وإن لم يعمل مثل عمله بنيته يؤجر على نيته. إذا كان يتمنى أنه لو قوي ولو تمكن لعمل مثل أهل الخير لعمل مثل المتصدق لعمل مثل العالم الذي يعلم الناس ويرشدهم لكنه ما عنده إمكانية فهو يتمنى الشيء ولولا أنه ما يقدر لعمل لو قدر على فعل الخير لفعله ويؤجر على نيته يؤجر على نيته فهو يتمنى أن يكون مثل أهل الخير في علمه وفي انفاقهم فله مثل اجره حسب نيته وعلى العكس الذي يتمنى ان يكون مثل اهل الشر لو قدر يكون مثلهم فالذي يتمنى ان يكون مثل الغني الذي يبذل ماله وينفقه في المعاصي والسيئات فانه لو عنده مال سوى مثله يصير مثله في الاثم يكون مثله في الاثم والعياذ بالله. فهذا دليل على ان تمني المعصيه يلحق صاحبه بمن فعل المعصيه بيده. نعم قال إنما الدنيا قال عبد المهدي ومن موت الأربعة فتنة إيه عوضي رواية إنما الدنيا لأربعة فتنة نعم أربعة فتنة نعم رجل ما أتاه الله مالا وعجما فهو يعمل إيمانه بعلمه نعم فيراه المؤمن اللي ما عنده مال ولا علم لكنه تمنى أن يكون لو قدرت هذا له مثل أجير له مثل أجير لأنه تمنى الخير تمنى الخير. نعم قالوا ما أتاه الله علما ولم يؤتي به مالا فقال لو كان لي مال مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهما في الأهل سواء. رجل أتاه الله علما ولم يؤتي به مالا فقال وآتاني الله مالا لعملت به مثل عمل فلان فهما في الأجر سواء الاثنين. نعم ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي به علما فهو يتصدق بماله لا يدري ماله يمنى عليه. نعم ورجل لم يؤتي الله مالا ويعمل مالا فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فهما في الوزر سواء. ثالثا الرجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتصور بمال الله بغير حق الذي يتمنى ان يكون مثله يكون مثله في العلم بنيته. والرابع رجل لم يؤته الله مالا ولا علما ويتمنى ان يكون مثل اهل الشر فيكون مثله. ورجل الرابع ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فهما في الوزر سواء. لم يؤتي الله مالا ولا علما يتمنى ان يكون مثل الرجل الذي اتاه الله مالا ولم يؤته علما
وأنه يعمل مثل عمله، فهما في الإثم سواء، هما في الإثم سواء. الذي أعطاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتحور، ليتمنى أن يكون مثله يكون مثله إليه. الذي لم يؤته الله مالا ولا علما يتمنى أن يكون مثل أهل الشر، يكون مثله إليه. نعم، فهذا يدل على أن تمني المعصية يلحق صاحبه بأهل المعاصي ولو لم يعص الله في نفسه، لكن على حسب نيته. نعم. باب ذكر الغيب. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم، الغيب هو الشرك، والشرك فالمؤمن لا يكون عنده شرك ولا غيب ولا يكون مترددا في إيمانه، وإنما يكون صادقا في إيمانه. أما الذي عنده شك وعنده ريب فهذا لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فدل على أن الذي يرتاب في إيمانه ليس مؤمن، اللي عنده شكوك في الإيمان هذا ليس بمؤمن. والشك هو التردد بين أمرين، الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. يقول يمكن أن القرآن من مصحف، يمكن أنه ما هو صحف، يمكن الرسول صادق، يمكن أنه ما هو صادق، عنده شك في العيال بالله، عنده شك في القرآن والسنة، عنده شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمؤمن. ما لم يرتاب المؤمن يكون صادق الإيمان، ما عنده شك ولا غير. فهذا مما يؤكد على المسلم أن يتفقد إيمانه، وإذا صار عنده شيء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءه وسوسة في نفسه فليحكم ولا يتكلم بها، إنها لا تضر، لكن إذا نطق بها ضرته. نعم. وقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في أول سورة البقرة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب بما لم يروه من أمور الآخرة وأمور الجنة والنار وأمور المستقبل وأمور الماضي، اعتمادا على الخبر الصادق، فهم يؤمنون بما لم يروه اعتمادا على خبر الله ورسوله. الله جل وعلا لم يروه عيانا، لكنهم رأوا آياته الدالة عليه سبحانه وتعالى فآمنوا به. فالإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأنهم لم يروا الله عز وجل، وإنما اعتمدوا على الآيات الدالة على الله جل وعلا، آيات كونية، خلق السماوات والأرض، خلاف الليل والنهار، وما خلق الله في السماوات والأرض، والآيات القرآنية، هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا دليل على أنه من الله جل وعلا. فيؤمنون بالله
وأن هذا كلامه المنزل لا يشكون في ذلك. هذا يدل على الله جل وعلا. القرآن يدل على من تكلم به وأنزله وهو الله جل وعلا. يؤمنون بالغيب وإن لم يشاهدوه. والغيب هو ما لم تره، وإنما تؤمن به اعتمادا على الأدلة الصادقة. والشهادة ما شاهدته، ما شاهدته ورأيته. الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عنك ولم تشاهده، الشهادة ما شاهدته ورأيته. ويقيمون الصلاة، هذا من علامة الإيمان ومقتضى الإيمان، أقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إخراج الزكاة والصدقات، إنفاق في سبيل الله، هذا من الإيمان بالله عز وجل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، هذا والله أعلم في مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل السابقين، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، فجمعوا بين الإيمان بالرسول والإيمان بمن قبله. مؤمنوا أهل الكتاب الذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبل، وبالآخرة هم يؤمنون، البعث والجزاء والجنة والنار ما شاهدوها، لكنها من أمور المستقبل، لكن اعتمدوا على الأخبار الصادقة عنه من الله ورسوله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. فهؤلاء لم يعتبرهم شك في هذا الإيمان، لا يعتبرهم شك في إيمانهم، فحالوا على هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. نعم. وقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إلى قوله: وما نحن بمستيقنين. نعم. أتت توبيخ، توبيخ الكفار يوم القيامة، توبيخ الكفار يوم القيامة، يقال لهم هذه المقالة، فيجيبون، يجيبون لأنهم عاشوا في الدنيا على الشرك، عاشوا على الشرك، وقالوا إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين، أو شاكون في الإيمان بالله عز وجل وبرسله، وعاشوا على ذلك، فصاروا والعياذ بالله من أهل النار. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا استكبروا عنها، نعم استكبروا عنها، فأولئك أصحاب النار هم فيها نعم. فأما الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا قيل إن وعد الله حق، قيل لهم في الدنيا، قيل لهم في الدنيا، قال لهم الرسل، قال لهم أهل العلم إن وعد الله حق، وعد الله بالجنة والنار حق لا شك فيه، فآمنوا به. قلتم ما ندري ما الساعة، يقول يا أخي إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، الساعة التي هي قيام الساعة وبعث الموتى من قبورهم، هذا حق. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها،
قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا ولا نحن بمستقيم ما ظن ظن يمكن انه صحيح يمكن ما هو صحيح عاشوا على الشك والعياذ بالله فصاروا من اهل النار صاروا من اهل النار فهذا فيه دليل على انه يجب على المسلم ان يكون صادقا في ايمانه وان يرفض الشكوك والأوهام وأن لا يسمع للمشككين لا يسمع للمشككين بدين الله عز وجل بل يكون صارق الإيمان. كيف يسمع للمشككين والمنافقين ودعاة الضلال ولا يسمع للرسل عليه الصلاة والسلام لا يسمع للأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين إلا لفساد قلبه والعياذ بالله. الشك خطير، الشك في الإيمان خطير، يجب أن يكون الإيمان صادقا عازما في إيمانه ليس عنده تردد، وإذا عرض له عالم يستعيذ بالله من الشيطان يترك الوساوس ويتجنب دعاة الضلال ولا يستمع إلى من شبهاتنا، لأنه من يوم نشط في الترويج الشبهات والشكوك في الدين في الصحف والمجلات والمؤلفات والندوات التي تقام في الفضائيات يشككون في الدين، يشككون في دعوة الرسل، يشككون في الآخرة، فيجب الحذر منهم. نعم.